السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. فيديو جديد يعتبر يعني قنبلة كده لنزف البطن، الدهون، الكرش، الارداف، لأي دهون موجودة في الجسم هتنحتي جسمك بطريقة طبيعية جدا غير مكلفة. شعرنا دايما ان احنا هنخس من غير ما هنكلف ومن غير ما هنجيب حاجات تكون باهظة الثمن. فبإذن الله تابعي معايا الفيديو للآخر عشان تستفادي، وكمان تقدري تستفادي بالوصفة بتاعتي بحاجات طبيعية جدا مش هتتعب المعدة، مش مكلفة عليكي، مش هتلف ولا تحتاري زي ما بنقول، هتاكلي براحتك بس هيبقى في نظام تعديلي شوية كده في موضوع الأكل وكمان في موضوع التخسيس. يعني مش كل حاجة بنبقى واخدينها بصورة ان احنا لا مش هناكل بقى عشان نخس وكده، لا هو الجسم بيبقى برضو محتاج او ان هو يستفاد شوية بالاكل. فبإذن الله الوصفة بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة وكمان غير مكلفة زي ما قلتلك. ما تنسيش اللايك لو انت بتتابعيني لاول مرة، ما تنسيش السبسكرايب، كلمة اشتراك اسفل الفيديو، كمان ما تنسيش تفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعت النهاردة، وبإذن الله بإذن الله تجيب معاك نتيجة اكتر من ممتازة، وكمان تقدر انك تطبقيها بشكل دايم وتستمر عليها، وكمان تكون يعني تنول ارضاء الجميع وتكون حلوة جدا، وتقدري كده انك تخس عليها وتمشي مع الوصفة بتاعتنا بشكل كويس. هقولك على اول حاجة، كمان اول حاجة في الوصفة بتاعتي هو عبارة عن كوب من الماء بالشكل ده كده، يعني كوب الا شوية، والله بقى كده لو كوباية مية باردة كده من التلاجة مش عايزة اقولك هتبقى حلوة ازاي، يعني مش هقدر اقولك على جمالها بقى في الصيف والحر اللي احنا فيه. معانا بعد كده المكون الاساسي معانا قنبلة نسف الدهون او قنبلة التخسيس بمعنى اصح، بحاجات يعني سهلة جدا. وكمان معانا العامل الرئيسي بتاعنا الليمون، اللي كلنا عارفين فيه حرق دهون بطريقة ما اقولكيش، كمان مفيد للبشرة، مفيد للجسم، مفيد في التخسيس، مفيد للشعر، نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله كل حاجة في الطبيعة ربنا خلقها بسبب ان هي تكون عامل اساسي في حياتنا او ان هي تكون مفيدة في حياتنا. فالليمون كلنا عارفين فوائده في التخسيس عامل ازاي، لو حتى هتعصريه على كوباية مية دافية كده وتشربيها الصبح على معدة فاضية، فهي يعني من غير اي حاجة بتنسف الدهون، بتنسف اي حاجة موجودة في الكرش. فبإذن الله تقدري كده تطبقي الوصفة بتاعتنا وتمشي عليها. طب ايه بقى المكون العسل الحلو الموجود معانا ده؟ ده خل الاعشاب. طب ليه خل الاعشاب؟ قبل كده عملناها بالخل الابيض وكانت حلوة جدا وسهلة وبسيطة، ليه المرة دي هنعملها بخل الاعشاب؟ عشان خل الاعشاب بيعتبر ان هو خلاصة من زيوت الاعشاب كلها اعشاب مفيده للجسم، او اعشاب بتحتوي على كالسيوم للجسم ومغنيسيوم وفيتامينات وحاجات موجوده للجسم، فهتعوضك عن اي حاجه الجسم بيخسرها، او بحيث ان احنا بننزل دهون فبنفيد الجسم بحاجات مفيده. فهو ده بيبقى شكلها كده، اعشاب موجوده، يعني جميع الاعشاب، الزنجبيل، الجرجير، ورق الغار، فيها يعني اعشاب كتير جدا جدا، وبتبقى عبارة عن الشكل ده كده، اللي هي بتبقى مطحونة وواخدين المزيج بتاعها وخلطينه كده بالخل، فهي بتبقى حلوة جدا جدا. خل الاعشاب من اهم الحاجات اللي تقدري تستفادي بيها لجسمك ولشعرك ولبشرتك، حلو جدا جدا. وكمان في موضوع التخسيس حلو جدا، فهو زي ما قلت لكم الخل بيفتت اي دهون، بيدوب اي حاجة. احنا اصلا لما بنطلع دواجن او لحوم او حاجة وبننقعها ونحط عليها خل، مسافة ما بنعملها في يعني بنطبخها وكده، فبتستوى على طول معانا وبتفتت بقى، يعني ما اقولكوش، فما بالك بقى لما تكون الدهون الموجودة في الجسم، واحنا جسمنا يعني الحمد لله حاجة كده يعني ارق من ان هي تكون زي اللحوم والحاجات دي. فزي ما قلت لك هو حلو جدا، شرحت لك عنه كتير واتكلمت عنه كتير. يلا بينا ندخل على الوصفة، اللي يعتبر وصفة جبارة حلوة جدا جدا، فبإذن الله تستفادي بيها.
اول حاجة نعملها بقى نعصر الليمونة بتاعتنا كده، يعني ليمونة بسيطة جدا، مفيش يعني مش كبيرة قوي بالشكل ده كده. هنبدأ ان احنا نعصرها، شايفين؟ حاول بقى ان احنا ننزل المية اللي فيها كلها بالشكل ده كده. طبعا كلنا عارفين فوائد الليمون، حلو ازاي للجسم وبيفتت اي دهون موجودة في الجسم، وحلو جدا للشعر. هنعمل بيه بإذن الله وصفات تانية هتبقى هايلة جدا، فبإذن الله كده تنتظروني في الوصفات الجاية، حلوة جدا جدا يعني، مش عايزة اقول لكم هتبقى مفيدة قد ايه. كده يعتبر ان انا يعني دمجتها، انا بس كنت بضغط عليها شوية لان هو الليمون يعني من اللي هو الناشف مفيش مية قد كده. بعد كده بقى هنجيب الخل بتاعنا الحلو ده، وهنبدأ ناخد منه عبارة عن معلقة كده او معلقتين، شايفين؟ مش كتير خالص على المية بتاعتي، وكمان حلو جدا في التخسيس، حلو جدا للمعدة، هيريح البطن من اي حاجة موجودة فيها. مش بس هيعمل ان هو يخسس وتحسي بقى ان فيه مغص او تحسي ان فيه القولون تعبك او اي حاجة، لا بإذن الله الوصفة مفيدة جدا، وبإذن الله مش هيكون فيها اي اضرار، كلها حاجات من الطبيعة، كلها حاجات سهلة جدا، مفيش فيها ضرر ومفيش فيها يعني مفيش افتكاسات، مش هنجيب حاجات بعيدة عن الطبيعة، فبإذن الله تستفادي بيها. ما تنسيش اللايك والاشتراك او السبسكرايب، وشوفوا اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.